الحمد لله على الانتصار. قدرنا نفرحوا هاد الجماهير اللي ضربوا الطريق باش جاو تفرجوا فينا. حققنا اول لقب ليهم وان شاء الله مزيد من الالقاب الى كتاب ان شاء الله. الحمد لله واحد اليوم حققنا واحد انتصار تاريخي لا للمدينه ديال بركان ولا الجمهور ديال بركان. الحمد لله يعني اول قطره الغيث بدات تتبان ان شاء الله من في النهضه البركانيه. تنبغي نشكر اللاعبين على الاداء اللي قاموا به، تنبغي نشكر الجماهير البركانيه كامله اللي حجت ولبت النداء، تنبغي نشكر الجميع اللي ساهم من قريب ومن بعيد في هذا التتويج هذا وفي هذه الكاس الغاليه الاولى. تنتمناو الله باننا نستمروا ونزيدوا نعملوا باش نحققوا نتائج ايجابيه وكيسان كبير وكؤوس اخرى ان شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، فرحنا الجمهور البركاني اول لقب كنتمناو من الله ان شاء الله. هذا هو الافتتاح ديال الالقاب وان شاء الله دابا غندخلوا لافريك، خاصنا نتكونسونطراو. الحمد لله هذه الفرحه غنساليوها اليوم، غندخلوا ان شاء الله الشامبيون وكوب دافريك ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.